كل سنة في بطولة جمهور لعبة وكاس. بطولي انه كرة السلة منا مشغولة. السنة وللسنة الـ 24 بداية موسم بيبسي بطولة لبنان بالباسكتبول. فرق جديدة، لاعبين جداد، قوانين جديدة، تحدي أكبر. بيبسي بطولة لبنان بالباسكتبول السبت 23 الشهر رياضي بتلاقي ضد المتحد، والأحد 24 الشهر حكمي بتلاقي ضد الهومنتمن، 4 بعد الظهر مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.